طبعا وفقا لمسح أجرته منصة creditcards.com فإن 42% من المشاركين خسروا أموالهم بعد إقراض الأصدقاء أو أحد أفراد الأسرة. في نفس السياق وفي لقاء سابق على إحدى الفضائيات قال اللاعب المصري الدولي السابق أحمد حسام ميدو إنه يرفض إقراض أصدقائه. نتابع. الصحوبية مش تسليف فلوس. الصحوبية لا الصحوبية, الصحوبية مواقف. لا مواقف. وانا يعني ما بحبش اخش مع اصحابي في حته الفلوس دي لانها بتزعل. يعني في صحاب قبل كده سلفتهم فلوس والموضوع الفلوس دخلني في مشاكل معاهم. يعني انت ما رديتش قصد انك ما تسلفوش. ايوه عشان ما اخسروش كصاحب، لان انا عارف ان هو ممكن يكون مش هيعرف يردها لي بسهوله. التعامل في الفلوس مع الاصحاب بيخسرهم بعض طبعا، وانا بحب اصحابي. طيب خلينا نروح للأردن، هناك سألنا الناس ما رأيك بإقراض الأصدقاء. نتابع. بصراحة الواحد يعني لما يعطي أخوه أو يعطي أقرب الأصدقاء له هاي الأيام قاعد بخسره، لأنه فعليا يعني هو بياخد و ما بيرجع غير لما تطلبي، ولما تطلبي بيزعل منك. بحس لما بدي استلف من صاحبي او بدي صاحبي يستلف مني بحس انه لقدام ممكن يولد معيقات كثير، يعني ممكن انه ممكن من البدايه نميل على بعض، ممكن انه نكون زي اكثر من صداقه، بس ممكن نختلف على موضوع المصاري. فانا بصراحه ما بنصح انه اي حدا يتدايم من حدا، خلينا اخوان احسن. اذا كان الصديق مخلص ما في مشكله، يعني بضل صديق وبضل مقابة الاخ، يعني ما في مشكله. وما صديق بحتاج صديق إلا من باب المحبة والمعزة. أنا بالنسبة لي كشخص إذا بدي أعطي لواحد مصاري بدي أعطيه يعني كصديق إنه كمساعدة له، أما كإقراض لا بالمرة لا. تمويل مشروعك أو شركتك الناشئة الخطوة الأصعب في طريق حلمك. البعض يلجأ إلى قروض البنوك وآخرون يطلبون مساعدة الأصدقاء. منصات التمويل الجماعي خيار آخر يعتمد على جمع مبالغ مالية صغيرة من مجموعة كبيرة من المستثمرين عبر منصات وسيطة. هذه المنصات مؤشر مهم لقياس مدى نجاح المنتج أو الخدمة التي تقدمها، لأنها توضح حجم الاهتمام وعدد الأشخاص المستعدين للمساهمة. هنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الزميلة في قسم الاقتصاد سمر الماشطة. يسعد صباحك يا سمر. يعني موضوع الاقتراض البعض يقول إنه الاقتراض أو إنه السلف تلف، هذا اللي بدي أقوله، السلف تلف. البعض يقول لك أنا إذا بدي أقرض صديقي أو قريب لي خلاص أديه هبة وإني لا أنتظر منه إنه يرد لي هذا القرض. ولكن إيش نسوي في موضوع الاقتراض؟ هل هو بالفعل حاجة نقدر نقدمها وننتظر المقابل، وهل هي ممكن ترد، ولا هناك منصات أخرى تسهل هذا الموضوع؟ هناك يعني مثلا إذا أنت عندك مشروع جديد حابة تبلشين ببرودكت جديد، تصممين تي شيرت، ملابس، كيك، كب كيكس، أو حتى طبعا المشاريع الكبرى اليوم تقوم عليها الكثير، لأن راح أعطيك أمثلة عن مشاريع نجحت وصارت كبيرة. اليوم في شيء اسمه التمويل الجماعي. التمويل الجماعي هو عندما يساهم عدة أشخاص، الكثير منهم 1000 شخص أو أكثر، في تمويل مشروع معين. اليوم عندنا عدة منصات، عندنا المنصة اللي هي التمويل مقابل المكافأة. هناك منصات مثل كيكستارتر، مثل اندي جوجو، طبعا تقدرون تسوون الريسيرش وتحصلون على معلومات اكثر. هذول اذا انت مثلا عندك اول كان منتج هو ساعه، واحد صمم ساعه ذكيه قبل ما يبلش الساعات الذكيه على ابل وغيرها، وكان المقابل انت تساهمين بالتمويل في مقابل الحصول على هذه الساعه بس يتم انتاجها. حلو. او هناك مثلا من قاموا بتصميم تي شيرت من مواد معاد تدويرها، فطبعا الاشخاص اللي يدعمون البيئه وكذا يساهمون يدفعوا له فلوس حتى يصمم هذه التيشيرتات وبالمقابل يحصلون عليها. عندك ايضا التمويل الجماعي مقابل الاسهم اللي هو الاشهر اليوم والانجح بحسب رايي
الخبراء وينتشر كثيرا في المنطقة أيضا. التمويل مقابل الأسهم هو يحصل مستثمرون على حصص ملكية، يعني أنا وإنتي ووسام والمصور والمخرج وهي كلنا نفوت إلى منصة معينة نشتري أسهم مقابل هذه الشركة، وبعدين يصير عندنا فيها حصة مثل أي أسهم. طبعا هناك من الأنجح هي وي فندر، ستارت إنجن، ريبابليك، عندنا في المنطقة كراود فندر، عندنا بس هل لديها اشتراطات يعني صعبة؟ أنا لا مو صعبة، لا أبدا مو صعبة، وتبدأ من 150 دولار فما فوق. اليوم حتى تكلمنا في حلقة سابقة اللي هو التمويل العقاري أيضا. هناك أمثلة ناجحة جدا، اير بي ان بي من أكبر الشركات اليوم بلشت بهالطريقة اللي هو التمويل الجماعي مقابل الأسهم، كوين بيس، دروب بوكس، سترايب، هذه كلها شركات نجحت بلشت عن التمويل مقابل الأسهم. عندنا التمويل الجماعي عن طريق القروض أو بير تو بير، اللي هو أنا أفوت، هناك العديد من هذه المنصات، لندن كلاب، بروسبر، نقدر إحنا نفوت لها فوائد يعني في طبعا أنت تحصلين على فائدة. إيه يعني أنا مثلا أساهم بمشروع ريم مقابل فائدة، الفائدة حتكون عالية 10-20% حسب المخاطرة في هذا المشروع، فأنا ممكن أحصل أعطيك الفلوس مقابل فائدة. هناك أيضا ممكن أنت تجذبين يعني تخبرين الأصدقاء الأهل أنه أنا عندي هذا الحساب على هذه المنصة حتى ما يصير إحراج، إذا تحبون تشاركون هناك يعني نوع من الفائدة يسموه peer to peer أو نظير إلى نظير الإقراض. أخيرا التمويل الجماعي القائم على التبرع، أشهر المنصات GoFundMe معروفة، يمكن قليلين جدا هذه اللي هو تبرع أو ملائكين على جولتك. عادة اللي يحصل على تمويل هم الشخص اللي عنده قضية، يعني مثلا بناء دار مسنين في العراق، بناء مدرسة في أفريقيا، يكون شيء إنساني أكثر يعني. شيء إنساني يحصل عادة على يعني كذا تبيعين الفكرة. من المنصات المعروفة في منطقتنا اللي تقدرون تفوتوا لها عندك سمارت كراود، قلنا في العقار، عندك ليندو أيضا مطابق للشريعة الإسلامية، عندك منافع وتبلش من 1000 ريال الاستثمار في هذه الشركات تحصلين على أسهم في شركات ناشئة. طيب يعني الموضوع ده مهم، يعني أنه السلف والقروض هناك خيارات أخرى. أنا أهم شيء بالنسبة لي الملائكة الممولون، هذا شيء موجود ورائع جدا. أشكرك جدا ناسا، شكرا لوجودك معنا.